السلام عليكم. أخيرا خرج الكتاب الترجمة بالعربية اللي كنت وعدتكم به. كتعرفوا بأنه من السنة الماضية من كان خرج الكتاب بالفرنسية تحت اسم ماروك اون ايكونومي سو بلافون دو فير، اقتصاد مغربي تحت سقف من زجاج. كنت وعدتكم أنني غادي نعمل على أن الترجمة بالعربية تكون واجدة في أقرب وقت ممكن، وغادي نعمل على أنها تخرج، لأن واعي طبعا بأنه القراء بالعربية في المغرب هم أكثر بكثير من القراء بالفرنسية، ولهذا فهذا الكتاب في آخر المطاف خرج. هذه 10 أيام تنظن. من نخفيش عليكم أنه المهمة ما كانش سهلة. كتعرفوا أنه الفرنسيين تيقولوا تخادوير سي تخاير، يقولوا الترجمة خيانة أو نوع من الخيانة. فحاولت قدر الإمكان طبعا مع الأخوات، وانا نرجع لهم اللي ساعدوني في هذه المهمة، حارس على أنها ما تكونش خيانة، تكون أمانة، نكونوا أوفياء على الأقل للأفكار الأساسية اللي كانت ونعبروا عليها بالعربية بأحسن طريقة ممكنة. فالكتاب ها هو اقتصاد المغربي تحت سقف من زجاج، هو فين هو؟ هو كتاب من 285 صفحة من الحجم المتوسط، نفس المؤسسة ديال النشر اللي هي ديال المنشورات ديال المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية. حرصت كيف تشوفوا أنني نحافظ على نفس الصورة، نفس الغلاف، حتى نفس الصورة ديال السقف من زجاج والطيور اللي كيحاولوا يخترقوا السقف، لأنه حرص على أنه في النظرة ديال الجميع أنه تكون حقيقة تبقى استمرارية بين التشابه بين الفرنسية، بين النشر المنشور بالفرنسية والمنشور بالعربية. الترجمة بالنسبة لأي عمل كهذا طبعا هي أساسية. الترجمة قام بها الأخ العزيز المقتدر نور الدين سعودي، اللي بذل مجهود جبار بكفاءة ودقة. نحرص كيف قلت على أنه قدر الإمكان طبعا الترجمة ما تكونش خيانة، ولكن كتعرفوا بأنه كأي عمل علمي أكاديمي كتكون دائما قراءة ثانية ثالثة رابعة من طرف زملاء ذوي الكفاءة في واحد داك المعرفة في داك المجال معين. فلهذا طلبت من أصدقائي وزملائي المهدي الحلو ومحمد شيقر اللي قبلوا بدون تحفظ تحمل هذه المهمة ديال قراءة النص المترجم وإغناء بما لهم من معرفة وتجربة في هذا المجال. فأشكرهم جزيل الشكر، وكنقول لهم بأنني صراحة كنعتز بهذه المساهمة. كانت أيضا غادي تشوفوا أنه في الكتاب كاين
رسوم بيانية متعددة، كاين جداول اللي ماشي سهل أنه الواحد كان أولا ضروري أنها تترجم باش الكتاب يكون حقيقة في يتبعه الجميع. ولكن أيضا أنه كان واحد الطابع تقني اللي حرص على باش الترجم على التجاوز بعض الأصدقاء. هذه مهمة قام بينها من جهة الأخ زهير حداد من مراكش، والأخ محمد جبهة من راشدية، اللي تهما أيضا قاموا بواحد العمل مهم جدا وديال الترجمة ديال إعادة تركيب البيانات والرسوم الجداول. أشكرهم أيضا جزيل الشكر وأعتز بهذه المساهمة ديالهم، احترامي وتقديري لهم. يبقى طبعا أنه في آخر المطاف أنا هو المسؤول، عبدكم المتواضع هو المسؤول على الصيغة النهائية ديال الترجمة. ومن نخفيش عليكم أنه كان بعض المصطلحات متعددة اللي فيها نقاش، فيها تقدير دقيق جدا للمعنى في واحد الإطار معين. فنعطيكم مثال ليمرجانس مثلا، كونسيبت ديال ليمرجانس. فبالعربيه كاين 6 7 8 ديال اكثر يمكن من العبارات، بحال النشوء، الصعود، الاقلاع، الانبثاق، الانبعاث، عدد ديال المصطلحات اللي هي في القاموس كتعني هذا الشيء. ولكن من كتحطها في واحد الاطار ديال معنى معين، واحد الجمله معينه، كاين نقاش. في اخر المطاف في اخر الاطار اخترت المعنى والكلمة اللي كتعبر أحسن على ما أريد أن أعبر عنه، وتنظن بأنه هادو أشياء اللي تعامل مع القضية ديال الترجمة دائما كيعرفها. وأتمنى أننا نجحنا باش ندير واحد الترجمة اللي حقيقة كتعبر على ما هو أساسي في الأفكار اللي هي في هذا الكتاب. بالنسبة للظروف والمضمون لهذا الكتاب في الطبعة ديالو اللغة الفرنسية والعربية، في الحقيقة أنا قبل من ندير هذا الفيديو حاولت، طبعا كتعرفوا بأنه في من خرج الكتاب بالفرنسية، درت واحد التقديم ديالو في هذا الشان، هذا القناة اليوتيوب. طبعا درت تقديم بالعربية، ولأن الكتاب كان بالفرنسية، واحد التقديم ديال 32 أو 35 دقيقة، اللي بغض النظر على الإطار اللي متعلق بالطبعة الفرنسية، طرحت وضحت الظروف ديال بلورة هذا المشروع والمضمون طبعا، وتناقشت بعض الأفكار الأساسية اللي كاينة في هذا الكتاب. إذا دابا قبل ما ندير هذا الفيديو سمعت وشت ذاك الفيديو اللي خرجت نظن هادي عام وبعد الأشهر. فبكل صراحة ما بليش بأنه ضروري أننا نعود نفس الأشياء، لا تشي حاجة ما غتغير ما تغيرت، فلهذا لا داعي للتكرار. الأساس شنو هو في المضمون؟ بالنسبة للمضمون، اختيارات طبعا لا زالت اختيارات، كنسميها بالخمسينية، لا زالت هي الاختيارات. السياسات لا زالت هي السياسات. الحصيلة مع الأسف يمكن ما الإحصائيات اللي كتجي ديال هاد السنة هذه ولا السنة الماضية، يمكن ما كانتش طبعا داخلة في الإحصائيات اللي في الكتاب،
ما كتأكد ماشي كتنفي، كتأكد وكتكرس المسار ديال الوقائع اللي كنحاول نطرق لها في هذا الكتاب، لا بالنسبه لي عبر مؤشرات متعدده، النمو، البنيات الاقتصاديه، الفوارق الاجتماعيه والمجاليه، التمويل، العلاقه مع الخارج، الفوارق بين الاهداف والنتائج، حتى بالنسبه لي للتحليل اللي كنت طبعا هو موجود في الطبعه بالعربيه، الخاتمه اللي هي واحد الخاتمه 30 او 40 صفحه اللي كنحاول نحلل بها بالمنطق ديال الاقتصاد السياسي، كنحاول نطرح الاشكاليات ديال المسؤوليه ديال الدولة، ديال المؤسسات المالية الدولية، العلاقة بين الدولة وما نسميه بالنخبة الاقتصادية، المسؤولية ديال نظام الحكامة، النظام السياسي في تعثر المسار التنموي ديال البلاد. هذه كلها أفكار طبعا لازالت حديثة أكثر من أي وقت مضى، بلوز اكتويل كو جامي، ولهذا خممت فقلت بانه من الاحسن، نكون قلت لكم لا داعي للتكرار، من الاحسن انني غادي ندير الرابط ديال هذا الفيديو القديم مع هذا الفيديو هذا، وتنظن بانه اللي سمع هذا الفيديو وبغى يعاود يقرا يعرف انتوكا كيف نقول لكم المضمون ديال هذا ديال الكتاب بالعربيه كيف قلت لكم، غادي يمشي للرابط وغايشوف يصيب هذا الشيء. تيبقى كتعرفوا بانه من خرج الكتاب دابا الان عندي اقتراحات متعدده باش العروض في عده مدن حول هذا الكتاب، في عده مدن، ف غادي خلال هذه العروض كتعرفوا انا ما كنفضل اني نتكلم على عرض محاضرة حول الاقتصاد المغربي، عوض أنه نتكلموا على توقيع الكتاب، مش هو الأهم، الأهم هو تكون هذه العروض اللي غنقوم بها تنظن في الشهر المقبل والشهر اللي من بعده من هنا إلى آخر إلى جوان في عدة مدن كيف قلت لكم. طبعا الإخبار غادي يكون فوقته، ولكن هذه العروض تكون حول تكون مناسبة باش نناقشوا القضايا الإشكاليات ديال الاقتصاد المغربي، إذا كان إذا اقتضى الحال على ضوء بعض المستجدات اللي كاينه في الساحة، وتكون نقاش. وكنتمنى أنه حتى الناس اللي غادي يجيو لهاد المحاضرات يساهموا ويحطوا الأسئلة اللي، وأنا طبعا غنكون مستعد باش نواجب. وكيف قلت أنه دائما تكون هذا الهاجس أنه نتكلموا على الواقع اليومي اليوم، ولكن بدك مع ذاك البعد التاريخي، مع ذاك البعد اللي هو في هذا اللي هو مطرق له في هذا الكتاب. اذا كنظن بانه غادي نكتفي بهذا القسط في هذا التقديم السريع. كيف قلت لكم الكتاب تنظن بانه دابا راه في الاسواق، حرص على انه يكون ايضا بثمن اللي يجعلوه في متناول جل الناس، وكثرشين نخمم في الطلبه اللي كنظن بانه مهم 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 جدا انه يقراو راه ما تيقراوش بزاف، او جلهم مع الاسف عدد ما كيقراوش بزاف. هو ب 60 درهم، انا كنحرص انه حتى في المحاضره من تكون محاضرات يمكن نطيحوا 50 درهم. المهم هو انه يكون تكون معطيه الامكانيه لمن يريد القراءه، لمن يريد ان يطلع على الاشكاليه ديال المشاكل ديال الاقتصاد المغربي، انه يوصل له
تكون عنده الإمكانية باش يوصل له بسهولة، فغادي نحاولوا باش أنه نطور هذا المسلسل إن شاء الله. والسلام عليكم وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.